رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل تعرقل جهود الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء حالة الحرب، ذلك بسبب هجومها الدموي أمس على مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة لتحرير 4 محتجزين إسرائيليين. وذكرت الصحيفة أن الهجوم الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليص احتمالات الموافقة على الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة، وقف إطلاق النار بشكل دائم وسحب القوات الإسرائيلية. خش أيوه.